قد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه وهو القاهر فوق عباده. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته ونفسه يتكلم بضمير التكلم مرة، وضمير التكلم إما أن يقول إنني أنا الله، وإما أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ومرة يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة. وضمير الغيبة هو قوله هو، لأن ضمير التكلم معه دليله، المتكلم يقول أنا، إذن لا تقول من أنت، ويخاطبك فيقول أنت، إذن فلا تقول من أنا. لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لا بد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير، هو اللي هو مين. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة يريد أن يبين له لنا أنه في أجلى مجال المشاهدة والحضور، فكأنه إذا قال هو لا تنصرف إلا إلى ذاته العليا، فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول قل هو الله أحد، يقول هو قبل أن يذكر المرجع وهو الله، هو الله، مع أن الأصل في المرجع أن يتقدم الله هو كذا، لا يقول قل هو الله أحد، فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته. وحين يتكلم بضمير التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول إنني أنا الله، وحين ومرة يقول إنا نحن، يتكلم بضمير اللي احنا بنقول الضمير التعظيم اللي هو الجمع. لماذا؟ قال إن تكلم عن فعل من أفعاله، وكل فعل من أفعاله يتطلب صفات الكمال كلها فيه، لأنه يتطلب علما بما يتكلم به، ويتطلب قدرة لإبرازه، ويتطلب حكمة، صفات كثيرة. فإذا قال وإنا نحن نزلنا الذكر، هذا فعل يقتضي صفات إيه؟ صفات متعددة، فلا بد أن يأتي بضمير التعظيم وهو الجمع، لأن كل صفات الكمال متكاتفة في هذا الإنزال. ولكن إن تكلم عن الذات في التوحيد لا يأتي بضمير الجمع أبدا، لأنه يريد أن تنفي عن ذاته أنه متعدد. فحين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، وحين يتكلم عن إنا نحن نزلنا الذكر، ففي مجال التعظيم والإنزال الذي يتطلب الصفات المتعددة يأتي بضمير الجمع، وفي مرة التوحيد والإفراد يأتي بضمير إيه؟ الإفراد. هنا بيقول هو القاهر، قل هو القاهر فوق عباده. كان من المقتضى كما قلنا أن يستقبل الرسول من الله قل هو القاهر فوق عباده، فحين يقولها الرسول يقول ماذا؟ هو بيقول له قل هو القاهر فوق عباده، كان يقول هو إيه؟ هو القاهر فوق عباده، ويبقى أدى ولا ما أداش؟ أدى، ولكنه أراد أن يذكر القول الصادر من الله كله. ربنا قال لي قل هو الله ليذكر الناس بأن ذلك ليس من عندي بل من عند من أرسله. قل هو القاهر فوق عباده، كلمة قاهر إذا سمعتها وكلمة قادر تتطلب مقهورا، قاهر لمن؟ قاهر يبقى فيه مقهور، طب مدام فيه قاهر ومقهور يبقى فيه ميدانين مجالين، طب يبقى مدام قاهر يبقى قاهر لإيه؟ لإيه اللي هيكون مقهور له؟ كل شيء في كونه مقهور له، فقد قهر العدم فأوجد،
وقهر الوجود فأعدم، وقهر الغنى فأفقر، وقهر الفقر فأغنى، وقهر الصحة فأمرض، وقهر المرض فأصح. كل شيء في الوجود مقهور لله، حتى الروح التي جعلها الله مصدر الحس والحركة للإنسان يقهرها. كيف؟ قال لك إذا جاء إنسان فقاتل إنسان، ضربوا على المكان اللي هو منه لا توجد حياة، تقوم الروح تنسحب. يبقى مش معنى وجود الروح في الجسم انها هي حتى مسيطرة، لا، يقدر ينقض البنية التي تسكنها الروح فتذهب الروح، لان الروح لا يمكن ان توجد الا في بنية. فنهدم البنية، نضربه برصاصة في قلبه كده، تقوم الروح ما تجدش بنية صالحة لسكنها فتنتهي، يبقى طهر الروح. ومرة يقهر المادة بالروح، فياخد الروح كده من غير آفة ومن غير اي ضربة ولا حاجة، يقوم الجسم يبقى رمة. الله يقهر ديا ويقهر ديا، علشان ما فيش متقابلات في الوجود تبقى عالية عليه. هو القاهر فوق عباده، والقاهر هو المتحكم بقدرة كاملة على المقهور. وانظر اي تقابل في الحياة تجد مدين لصفة الايه؟ القهر. قل هو القاهر فوق عباده، قل هو وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. كلمة فوق تقتضي مكانية، ولكن المكانية تحديد بالنسبة لله. وما دام القهر ده يتطلب قدرة، هل القدرة تعني أن القادر لابد أن يكون في مكان أعلى؟ مش ممكن. يبقى في مكان تحت والعمارة عالية عالية أوي أوي، ويقهر اللي فيها يروح عامل قنبلة من تحت كده يروح موقعها. إذن فالقهر لا يقتضي الفوقية المكانية، إذن فالفوقية المرادة فوقية الاستعلاء، فوقية الاستعلاء. ونحن حين نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى قلنا يجب أن نتكلم عليه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء، فهو ذات لا ككل الذوات في إطار ليس كمثله شيء. وكذلك تأتي في فعله، لما نجي في الفعل نجد من خلقه يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى علاج، وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن. لكن هو إذا فعل يحتاج فعله إلى زمن؟ ما يحتاجش فعله إلى زمن. ليه؟ لأنه لا يفعل بعلاج، بعلاج يعني ما بيقعدش يباشر العملية، إنما يفعل بكن. يبقى مش عايز إيه. ولذلك لما تكلمنا عن الإسراء قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى الفعل منسوب لمين؟ لله. طب كيف يكذبون محمد حين يقول أسرى بي الله، ويقولون له بغباء المجادل الأحمق، كيف تدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ طب بالله شوفوا، هل الكلام ده يصح من عاقل؟ وهل قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ انما قال اسرى بي الله. يبقى الفعل مش بتاعي، الفعل بتاع مين؟ وما دام فعل الله تبقى بتقولوا لي ونحن نضرب اليها اكباد الابل وتدعي انك اتيتها. انا لم ادعي اني اتيتها، وانما اقول انا اتي بي لها. سبحان الذي اسرى، يبقى الاسراء لمين؟ يبقى ان صعبتم المساله فصعبوها بالنسبة لله مش بالنسبة لي، لأني لا أمر لي في هذا الأمر. أنا بقول أسرى بي الله، وربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده. وإذا كان الفعل من الفاعل
زمنه يتناسب مع قدرة الفاعل، كلما قويت قدرته كلما قل زمنه. فانسب فعل الله الى الزمن. فعل لما تيجي تقول احنا هنروح من هنا للاسكندرية على حصان، هنروح في سيارة، يبقى الزمن اقل، في طيارة اقل، في ايه، في صاروخ، يبقى اقل. الله. اذن الزمن يتناسب مع القدرة الفاعلة تناسبا عكسيا، فكلما قويت القدرة قل الزمن. فاذا كان الامر كذلك فانسب الفعل الى قدرة الحق لا تجد زمنا. فاذا سمعت كلمة فوق ابقى اعرف ان فوقية مناسبة لذات، فوقية الاستعلاء. ولا تقولش ربنا فنحتي، لان كلمة فنحتي دي تقتضي المكان، والمكان مخلوق له، ده هو كان قبل ان يوجد المكان، لان المكان والزمان انما يأتيان بالاحداث، حين لا يوجد حدث فلا يوجد زمان ولا. اذا قبل ما يخلق الحوادث دي يبقى لا زمان ولا ايه ولا مكان. اذا ما تقولش لا اين ولا متى، لان اين ومتى به وجد. فلما تسمع كلمة فوق دي ما تنخضش تقول له ده احنا بنعملها كده لنهية العلو بس، انما لو عملت كده. ولذلك ايه، فاينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. اوعى تفهم ان ربنا هنا ولا ازاي بقى. قال لك احنا ساعتنا تأتي اشياء تبقى فوق العقل، يوم الحق سبحانه وتعالى رحمة بعباده يقربها لنا بمحسات، شيء محس كده عشان يقرب لنا الصورة. ولذلك احنا قلنا بالامس انه قرب لنا صورة الموت والبعث بما نجده في حياتنا من النوم واليقظة، ادنا صورة من المحسوس المعروف لنا. فكذلك في هذه المسألة اين ومتى بالنسبة لنا، يقول لك تعالى روحك بها حياتك. طيب واذا مدام روحك بها حياتك وهي التي تدبر امر هذا الجسم كله، واذا خرجت منه صار رمة وترابا وعناصر ولا قيمة له، بيحصل كده ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب حين توجد الروح فيك وتنشأ منها الحياة، وتنشأ من الحياة الحركة والإرادة والعملية دي كلها، أين روحك من جسمك؟ أهي في الرأس؟ أهي في البطن؟ أهي في الصدر؟ أهي في الإيد؟ ما فيش لها مكان. فإذا كان مخلوق له لا مكان له في جسمك، فكيف تقول للخالق أين مكانه؟ ما تجيبش دي، ما تجيبش دي ابدا، اوعى تيجي على بالك دي ابدا. اذا وهو القاهر فوقه، هو القاهر فوق عباده، تبقى قهر الاستعلاء قهر. ولذلك لما يجي يقول لك ايه، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله من اخر رمضان، ولا ينزل الى سماء الدنيا يقول هل من هل من هل من مش كده، ويغفر لنا. طيب كل ليله ينزل، طيب كل ليله ينزل، ليله مين؟ ليلتك ولا ليلة الإنسان المقابل لك في المكان، ولا للإنسان المجاور لك في المكان؟ طب ما هي كل واحد من ألف من ثانية بينشأ ليل وبينشأ نهار. إذن فربك معك دائما باسط لك يدك. إمتى؟ ليلة مين؟ ليلتك ولا ليلة المقابل لك؟ ولا ليلة اللي هتشرق الشمس بعد دقيقة عنده؟ ولا اللي غابت الشمس قبل دقيقة عنده؟ اذا ففي كل واحد من مليون من الثانية ينشأ ليل وينشأ. اذا بل يداه مبسوطتان، يبقى مبسوطتان دائما. ما تقولش ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اي نهار واي ليل؟ طب ما هو كل لحظة بيجي ليل ونهار، يبقى هو باسط يده ايه دائما. نعم. قل هو طيب هو وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. طيب عباده دي يعني ايه؟ عباده دي من ماده العبوديه عين به دال، وماده العبوديه دي اللي مفردها عبد، بس عبد دي مره تطلق وتجمع على عبيد، ومره تطلق وتجمع على عباد. فايه عباد وايه عبيد؟ العباد هم المقهورون لله فيما لا اختيار لهم فيه،
والمنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار. الانسان فيه امور مقهور عليها ملوش فيها تصرف، لا له تصرف في نفسه، ولا له تصرف في نبضات قلبه، ولا له تصرف في حركة المعدة، ولا له تصرف في حركة الأمعاء، ولا له تصرف في حركة الحالبين، ولا له تصرف في حركة الكلي. كل دي بتسأل ايه؟ مسائل ايه المؤمن والكافر فيها؟ يبقى مقهورين فيها ولا مش مقهورين؟ طيب واحنا قلنا من رحمة الله اننا مقهورين فيها ولا لناش رأي فيها. طب اذا كان لنا رأي كده فيه، طب بالله لما ننام الحكاية دي تيجي ازاي بقى؟ نتنفس ازاي؟ طب ده من رحمة الله بقى انني ماليش رأي فيها، ولما نام بتتعمل عملية آلية كده. طب وقبل ما اعرف الشهيق والزفير وانا طفل صغير كان من يعملها ليا دي؟ اذا من رحمة الله بي انني مقهور فيه. طيب من اللي يقدر يقول لي معدته احمل الشيء الفلاني وابرز العصارة الفلانية ونزلي، ومن يقول لي للكلى اشتاق ما مش راضي؟ اذا من رحمة الله انني مقهور فيها ولا لا؟ فكل امر مقهور فيه الانسان هو فيه عبد لله ولا اختيار له. طب والامر الذي لك فيه اختيار هو ضمانه التكليف، ولذلك لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح. ضروري اما يجي تكليف الذنب ما يقولش افعل الشيء الفلاني الا اذا كان المقابل ممكن يتاتى مني، والا لو كنت موجود على حاله ان افعل يبقى ملهاش لازم افعل دي أبقى. يبقى اذا الامور الاختياريه هي اللي وارد فيها افعل ولا تفعل. الامور الاختياريه دي فيها التكليف، اللي فيها التكليف اللي احنا بنقول عليه منهج الله. منهج الله اللي يطيع ربنا فيه كانه مقهور للحكم، يبقى دول اسمهم اباء. فكانهم تنازلوا عن اختيارهم في الاحكام التكليفيه وقالوا يا رب احنا مش هنعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه. يبقى الذي ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ان لا ينفذه يبقى هم دول العباد. والتانيين اللي يتمردوا فيما اللي لهم فيه اختيار ما يعملوش يبقى هم بس عبيد. يبقى كلنا عبيد والمؤمنون بالله عباد. كلنا عبيد والمؤمنون بالله ايه؟ عباد. ولذلك يقول الحق قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب عبادي. ومن هم عباد؟ عباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين هؤلاء هم العباد. يبقى عباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل وقبلوا ان يكونوا مأمورين لله فيما كلف. والامور اللي هم مش مختارين فيها ما هم زي الباقي كلهم. اذا فكل الخلق والكون عبيد الله والمؤمنون به عباد الله. ما فيش الا آية واحدة هي اللي تعمل شبهة في الكلام ده كله، آية في القرآن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى عن ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ما تقدرش تغريهم ما دام داخلين في نطاق اتباع امري يبقى مالكش عليهم ايه. لكن في الاخر يقوم يجي يقول فأأنتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم اضللتم عبادي؟ يبقى عبادي اطلقت على الضال. عبادي اطلقت على مين؟ على الضال. نقول له لانهم اصلهم في الاخره كلهم عباد، ما حدش له اختيار هناك في الاخره، بقينا ايه كلنا زي بعض عباد لا اختيار لاحد. انما في الدنيا المؤمن هو اللي عباد والكافر بس عبيد، لان دوك متمرد في الاختياريات. انما الاخره فيها اختيار ما فيهاش اختيار. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. شوف كلمة قهر وبعدين يرسل حفظة. القهر دي تفيد ايه؟ الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة. لكن شوف اللي عام اللي هو قهر عليهم ارسل عليهم ايه؟ حفظة. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه.
الله، اذا للقهر اللي في الله لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا، لان الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الاعلى، يبقى لكننا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا. ولما نعرف اللي بيقهر الناس، يعني من الناس، من الناس من يقهر الناس، يوم نقول لا الله قهار فوق الجميع، يوم يرتدع عن قهره فيمتنع عن الذنب. لما يمتنع عن الذنب يبقى يمتنع عن الذنب، يمتنع عنه العقوبة، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ويرسل عليكم حفظة، الحفظة اللي في اللي وردت فيها ايه الايات الايه القرآنية اللي هي ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عتيد. كلام على الاول، كل لفظ يجي عليه رقيب ايه عتيد، حفظ يبقى بيحفظه بيحفظ بالاحصاء. واحنا قلنا لما اتكلمنا عن مسألة وجود ملكة الحفظ او الاحصاء او الرقيب والعتيد، قلنا المسألة كلما تقدم العلم كلما اعطانا تقريبا للمعاني الغيبية، وان كانت المعاني الغيبية التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع، فيها رقيب وعتيد بيكتب بس ربنا قال وربنا ده امنت بيه بايه، امنت بيه بعقله وربنا قال كده، يبقى انتهت المسألة، هذا هو المطلوب. ولذلك الذين يؤمنون بالايه، امالها لو كان كل الايمان بالمشهد يبقى ايه الفرق بين الناس؟ طب ده الايمان هو الايه، الايمان بالغيب. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب عتيد، وبيكتبه ويكتبه الحسنات ويكتبه السيئات، نقول له طيب احنا لما ننظر للبشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته، يعني ما كانش من الاول قادر على ان يفعل، انما كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من اسرار الله يبتدي ايه اتره. كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده مش كده، وبعدين كل زمن ما يتقدم ايه نصغر المسجل، اذا كل ما تقدمت الصنعه المسجل ايه، لحد ما عملوا مسجل في الساعه، وبعدين عملوا مسجل في فصل ايه، وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في اي حته لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعه ولا اسرار مجلس قد كده. الله، اذا كلما قويت قدره الصانع كلما دقت الايه الصنعه المسجل المحصن. فاذا نسبتها لله تبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه، تقدرش تشوفه، تقدرش تشوفه، تشوفه ازاي؟ طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يعملوها تتحط في هيئه مش عارف ايه، يعني يعملوها ذرات كده ينطروها في بتاع ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم زي الرطل، وبعدين يلتف تقول له ويجيبوا انفاسه. فاذا كان البشر استطاع ان ياتي بمسجلات غير مرئيه مع ان قدرته محدوده وحكمه في الصنعه محدود، فاذا قال ربك فيه ملائكه كده انت مش هتشوفهم غيب كده ويسجلوا عليك، اقول له على العين والراس، مفهوم؟ ما يلفظ من قول الا لديه رب. وهناك كراما كاتبين ايه، ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت، جاء احدكم الموت. قال لك ايه، لانهم لما حبوا عرفوا الموت قال لك الموت ده سهم ارسل، سهم ارسل اليه يعني انطلق، وعمرك بقدر سفره اليك، انما هو انطلق انطلق. يبقى الموت سهم ايه مرسل، ارسل وانتهى، بس عمرك بقدر ايه، بقدر سفره اليك. يبقى مساله جاءكم الموت نسب المجيء لمين، للموت، الموت جاء، الموت ايه. ولذلك ابهمه الله، أبهم الله زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببه. ليه؟ مدام أبهم زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببا وأبهم عمرا، ليه يبقى معناه الإبهام ده؟ قال لك هذا الإبهام هو أشد أنواع البيان،
ليه؟ قال لك لانه ما دام ابهمه في كل هذه الامور تبقى يجب ان تتلقاه في كل ايه زمان وفي كل مكان وباي ايه وباي سبب. اوعى تقول له سبب وفي اي سن. يبقى لما ابهم هذه يبقى بينه اكبر بيان ولا دخله قدامك كده. لكن لو حدده زمانا او مكانا او سنا او سببا كنا نستنى لما يبين. انما قال لك لا، ده هذا الابهام اقوى انواع البيان، لانك جعلك تنتظره في اي زمان وفي اي مكان وباي ايه سبب وفي اي ايه وفي اي سن. يبقى واضح قدامنا ولا لا؟ ولذلك تخشى انك انت تعمل اي ذنب، طب ما يمكن تقبض روحك وانت على الذنب، تبقى تلقى الله وانت عاصي الظهر جدا وما صلتوش، يقول لك ان وقته ممتد، تقول له طيب اضمن لي انك انت هتعيش لحد ما ينتهي، لو عشت صحيح ولحد ما ينتهي مفيش مانع، انما طب افرض انها جت كده قبل ما ينتهي قبل ما يجي الوقت، تبقى قسمت ولا ما قسمتش؟ ولذلك قال لك الصلاه لوقتها، لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه؟ الى اخر الوقت. ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان. لما يبهم حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش ليه؟ يقول له يا عبيد ده بينها اقوى بيان. طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته؟ شفنا هذه المساله؟ شفنا. ولذلك لما شوقي رحمه الله عليه يقول ان نام عنك اي الموت اسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ان نام عنك فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه. الطب هو اللي يعني يقول له روح للطبيب يروح اعمل له حقنه ولا اعمل له حاجه يروح مضيعه، لان انتهت المساله. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. لما تيجي لكلمه التوفي تجدها في القران دائره على ثلاثه الوان. اللون الاول ان الله هو الذي يتوفى، خلق الموت والحياه، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم حتى في النوم هو. طيب وبعدين ومرة يتكلم توفته ايه رسلنا، ومرة ينسب الايه الوفاة لعزر ايه الله. يبقى ثلاث حاجات له وملك الايه الموت ولرسل توفته رسلنا. قل لك وهل الرسل خدوا الرب الارواح وقبضه الا باذن من ملك الموت؟ طب دول جنود وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله؟ فان عليتها نسبه فهي الى الله امر خلاص، والى ملك الموت وسيله واسطه، والى الرسل تنفيذا. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. التفريط ده جاي منين؟ قال لك انت عندك تقدم الشيئين اتنين، حفظه بيحفظوا عليك تصرفاتك وافعالك وفيه ما يخطر روحه. قال لك هم لا يفرطون لا هنا ولا فيه مادة الفيه والري والطه مرة تيجي فرط وافرط. من العجيب انها تيجي للمتقابلين، فرط في الشيء اهمله وافرط فيه زودوا عن الحد. يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون، اي ايه لا يهملون. القراءة مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى بدي قراءة بتجيب انهم لا يهملون وقراءة بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحد. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى معناها لا بيفرط ولا بي ايه ولا بيفرط. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله. يا سلام، ثم ردوا إلى الله، ده كلمة ردوا يفيد أنهم كان لهم التقاء به أولا وبعدين حيرجعوا. قال لك لأن كانوا منه إيجادا. ثم ردوا إليه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ثم ردوا إلى الله، إلى الله مولاهم الحق.
مولى. كلمة مولى قلنا عليها أنه هو الذي يليك ولا يليك يعني إلا اللي قرب منك. ومعنى قرب منك إن ده مفزع ويبقى قريب، لما يحصل لك أي حاجة يبقى هو ده اللي قريب. إيه اللي قريب منك؟ وينشأ من هذا أنه هو الذي ينصره، ينشأ من هذا أنه هو الذي يعينه. يبقى كلمة مولى أخذت إيه؟ قريب، ناصر، معين، تفزع إليه في شدائدك، تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا. أم قال لك إنما توجد إن كان لي مولا في الدنيا فهو من الأغيار، لأن من الجائز إن قلبه إيه يتغير عليه، ومن الجائز إن الأحداث اللي تلنلي فوق قدرته هو، ومن الجائز أن نكون موالي لي أشده إلى نصرتي، ويمكن اللي مخصمني برضو له ولا أمعه، تبقى مدام ابن أغيار من ضامنها دي، وحيوليني وينصرني على مقدار إيه قوته. فإذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. إن كان لكم موالي في الدنيا دول موالي أغيار. معنى موالي أغيار يعني إيه؟ يعني أنت معتبره موالي، يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه مش وياك بينفقد، يمكن الأحداث اللي تنالك فوق طاقته، يمكن الأحداث اللي أنت عايزه ينصرك فيها برضو اللي هناك له خطر وياه، أنت بتقول هو والي ما يمكن نسيبه، يمكن قريبه، يمكن واحد مش عارف الله. إنما إيه؟ ردوا إلى الله مولاه الحق. يبقى أدي المولى. ومن كلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده، يقول ده مولى، مولى العتاق يعني الذي كان عنده عبد فإيه فأعتقه. طب ما هو ربنا لما يعتقني من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ يبقى مولى أوي. يبقى إذن كل كلمة مولى نقول له هذا هو المولى الحق. ومدام مولى أنا ضامن إن ما فيش قوة أعلى منه، وضامن إن ما يتغيرش، لأن الأغيار من طبيعة الخلق هو ما يتغيرش، يبقى ده المولى الحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك انك انت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في امورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان هو يساعدني، فلان غني لما عاوز فلوس يجيبني، فلان قوي يبصر، فلان عالم لما عاوز مش عارف ايه. ام قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت، زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الأغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح الصبح تلاقيه فطر.